الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. إن شاء الله هنكمل درس الفترات اللي هي بعنوان العمليات على الفترات. هناخد عنه فكرة كده. هو درس الفترات كله أهم حاجة فيه العمليات على الفترات، وخصوصا الفرق زي ما هنشوف والمكملة. اللي يفهم الفرق والمكملة يفهم درس الفترات، وبالنسبة لدرس الفترات يبقى يعني سهل جدا إن شاء الله. العمليات على الفترات، إحنا بيقول حيث إن الفترات هي مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية، فيمكن إجراء العمليات الخاصة بالمجموعات كالتقاطع والاتحاد والفرق والمكملة. أهم حاجة الفرق والمكملة نركز عليهم قوي، لانهم مهمين وبيجوا طبعا اكيد في الامتحان. يعني احنا خدنا قبل كده الاشكال دي وشفنا التقاطع. يعني عندنا لو الف مجموعتين بيقول غير خليتين، يعني فيهم عناصر ما هياش فاضية، يعني ما هياش عنصر واحد، لا دي مجموعة، مجموعة اعداد حقيقية مع مجموعة اعداد حقيقية. لان بنقول ايه، بيقول الفترة مجموعة جزئية من الاعداد الحقيقية. لو احنا مثلا قلنا خدنا التقاطع الف تقاطع ب، هي مجموعة العناصر التي ينتمي اليها الف وب معا. يعني شايفين الظل اللي هو مظلله دوت بين الدايرتين، هو ده اسمه التقاطع. الحاجة اللي موجودة في الاتنين هي دي اللي اسمها التقاطع، دي الحاجة دي اللي اسمها ايه، التقاطع. طب الحاجة بقى التانية، الحاجة اللي هي اسمها الاتحاد. الاتحاد هي كل مجموعة العناصر اللي هي في ألف وفي ب معا، زي كده ما هو مظلل الدايرتين مع بعض، هو مظلل الدايرتين مع بعض، يعني كل اللي في ألف وكل اللي في ب طبعا بما فيهم التقاطع. يعني التقاطع ده معانا والألف ده معانا، كل العناصر اللي في ألف وكل العناصر اللي في ب كلها موجودة. الفرق بقى، ودي مهمة جدا وعاوزة تركيز شوية وان شاء الله هتبقى سهلة. بيقول لي ألف فرق ب، هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى ألف ولا تنتمي إلى ب. أعرف ألف فرق ب يعني هنخبي كل اللي في ب وهيبقى ألف فرق ب. ألف فرق ب زي ما هو راسم ألف فرق ب كده، دي الألف ودي الب. هو عاوز كل اللي في ألف بس ما عدا اللي موجود في الب، يعني نشيل الب خالص، نظلل على الب اكنه مش موجود. طب الب اهو، الب اهو عندنا هنا كده. طب الحته دي ايه اخبارها؟ ايوه من الحته دي تبع الب، فهناخدها كمان مش موجوده خالص، وبالتالي ال الالف فرق، نعمل بلون تاني. الالف فرق ب الحته دي، الحته اللي هي ايه بعد التقاطع اللي هي كده، هتبقى ايه الحتة دي كده، دي الالف فرق ب. هي الف بس احنا شايلين منها كل اللي بينتمي لب، الف شايلين منها كل اللي بينتمي لب، هتبقى النتيجة كده. لو احنا عملنا بالاستيكة وحاولنا كده نمسح المنطقة دي كده، هتبقى الاجابة الحتة دي. الالف فرق ب هي الشكل ده اللي احنا شايلين منه التقاطع وشايلين كل ما يخص الب وجايبين الالف فرق الب، دي معناها الفرق الف فرق ب، والعكس طبعا صحيح. ناخد مثال كده علشان نستوعب الموضوع. بيقول لي لو كان السين بتساوي سالب واحد القوس مفتوح عنده وتلاتة البردك القوس مفتوح عندها، يعني معناه قلنا ان السالب واحد مش موجودة والتلاتة بردك مش موجودة، مفتوح عندها الدايرة زي كده الرسم. السين السالب واحد اهي والسالب والتلاتة الدايرة ده عليه دايرة مفتوحة وده عليه دايرة مفتوحة، والصاد بقى واحد مغلقة وخمسة مغلقة، يعني ده عليه واحد مغلق وده خمسة مغلقة.
عاوز ايه بقى؟ احنا بيدينا حاجة زي كده، بنرسم اولا السين زي كده خط الاعداد، نروح نرسمين السين. السين عندنا ايه؟ سالب واحد مفتوحة و تلاتة مفتوحة، وبنرسم كده. احنا خلاص مثلنا ايه؟ السين سالب واحد وتلاتة. عاوز ديني الصاد كمان، يا اما نمثلها على خط تحت، يا اما نمثلها ايه؟ نمثلها للخط اللي تحته، يا اما ايه؟ هو هنا نمثلها تحت الخط، تحت الخط صاد ادام اتنين، يعني صاد واحد وخمسة. واحد فين الواحد؟ اهي، وخمسة، الخمسة اهي بعد التلاتة. وبس دي مغلقة، دي فترة مغلقة، لان ايه؟ القوسين باصين للعدد، قافلين على العدد، وبالتالي احنا كده مثلنا كمان الصاد، مثلنا صاد. هيطلب بقى اولا التقاطع والاتحاد، للتقاطع والاتحاد سهلين، وبرضك الفرق سهل، بس عاوز تركيز شوية. السين تقاطع صاد، السين تقاطع صاد هو محددة هنا، بيقول لي بص، شايفين الخطين اللي جوه دول؟ هما السين والصاد متلامسين او مشتركين زي كده، شايفين الدايرة الصغيرة اللي هي التقاطع ده اللي في الرسم، دول مشتركين في حاجة معينة، في عناصر معينة موجودة في الاتنين. وبالتالي هو هنا يعتبر، بص شايفين الخط ده اللي عمله؟ شايفين الخط ده اللي عمله؟ ده هما كده المنطقة دي كلها، انا همسح كل ده طبعا، المنطقة دي كلها تقاطع السين والصاد. طيب في المنطقة دي بقى عامل ايه؟ في المنطقة دي تقاطع السين والصاد فيها عناصر ايه؟ فيها الواحد مغلق، والتلاتة فترة مفتوحة، الواحد والتلاتة فترة مفتوحة، بناخدها زي ما هي وبنحطها في التقاطع، يبقى هي الواحد والتلاتة فترة مفتوحة. طب الاتحاد بقى، الاتحاد بياخد من الاول خالص للاخر خالص، فبياخد المنطقة دي كلها. طب المنطقة دي كلها فيها ايه بقى؟ المنطقة من اول العنصر خالص، اول عنصر احنا شايفينه هنا، حتى يعني ممكن اول عنصر يبقى من تحت هنا في الصاد، واول عنصر اللي هو الصغير من اليمين لليسار، ناخد ايه؟ اخر عنصر خالص اللي هو ايه؟ واخر عنصر هنا، بس بناخد الصغير الاول، بناخد ايه؟ سالب واحد. سالب واحد دي مفتوحة، مفتوحة تنزل زي ما هي، هنا مفتوحة، خمسة هنا مغلقة تنزل زي ما هي. يعني في التقاطع بناخد الحاجتين او الحاجات المشتركين، الفترة اللي بين الاتنين موجودة في الاتنين بالظبط، وما بنشيلش حاجة. المفتوحة مفتوحة بتنزل زي ما هي، والمغلقة مغلقة بتنزل زي ما هي. الاتحاد بس بناخد الفترة من اول خالص للاخر خالص، انما في التقاطع بناخد الحاجات المشتركة ما بينهم. يعتبر كده عندنا دايرة، مش عارفة، هحاول ارسم دايرة ونشوف كده اهي. نعتبر مثلا ان الصاد دي دايرة، وان السين نعملها بلون تاني، السين دايرة كمان اهي، السين دايرة كمان اهي. احنا قلنا صاد تقاطع سين، يعني هنا المنطقة دي اللي هي ايه؟ اللي هي الواحد والتلاتة زي ما احنا عملناها بالظبط، فبالتالي هي المنطقة دي، المنطقة بين التلاتة والتلاتة والواحد، بين التلاتة والواحد. طيب في الاتحاد برضك عندنا ادي دايرة اهي لون تاني، وادي الدايرة بتاعت السين، دي الدايرة بتاعت الصاد، ودي الدايرة بتاعت السين. الاتحاد بقى هياخد كل العناصر دي كده، قلنا بناخد كل الدايرة، ناخد كل الدايرة، بناخد كل الدايرة، يعني ناخد خمسة لحد ايه؟ واحد، بناخد الفترة دي كلها. في الفرق بقى، في الفرق احنا قلنا هناخد الالف بس ما عدا كل اللي موجود في البيت، هو عاوز السين فرق الصاد. هنرسم دايرة علشان نستوعبها اكتر. هنا دي الدايرة بتاعت الصاد، دي الدايرة بتاعت الصاد، ودي الدايرة بتاعت السين. نرسمها تاني،
ونرسمها لون تاني، لون تاني كده اوضح. ادي ازرق هنا كده، دي الدايره بتاعت السين. هو عاوز دي الصاد ودي السين، خلي بالكم هو عاوز السين فرق الصاد، يعني عاوز كل اللي في السين بس ما عدا اللي موجود في الصاد، مش عاوزينه، مش عاوزين اللي موجود في الصاد، مش عاوزين، مش عاوزين اللي موجود في الصاد، مش عاوزين المنطقة دي كلها، مش عاوزينها، عاوز كل السين. احنا مش عاوزين، انا بعلم على الاخضر، احنا مش عاوزين كل المنطقة دي. فبالتالي احنا هنبتدي من هنا وهنا، يعني هو عاوز ايه بقى؟ نعملها بلون تاني، عاوز المنطقة دي. طب المنطقة دي بقى واقفة من اول هنا، العنصر ده والعنصر ده، انا بحاول ارسمها بالدايرة زي ما هو ايه راسم. فاحنا هنلاقي هنشيل الصاد خالص، يعني بنشيل المنطقة دي، هو عاوز السين يبقى عاوز المنطقة دي، بالتالي هنشيل المنطقة دي كلها. هيتبقى ايه بقى؟ هيتبقى السالب واحد دي زي ما هي مفتوحة بعيد عن المشاكل، يعني الواحد هيتبقى الواحد. الواحد اللي هنا دي مغلقة، ايوة مغلقة، لو هي كانت مغلقة هنرسمها او هنكتبها كفترة مفتوحة، والعكس صحيح، لو احنا لقيناها فترة مفتوحة هنرسمها مغلقة او هنكتبها مغلقة. في المثال اللي احنا عندنا هو عاوز السين فرق الصاد، السين هنا عندنا هيكتب سين فرق الصاد، هنا عمل اهو سالب واحد مفتوحة زي ما هي، احنا ما قربنا لهاش. لكن هو هنا شايفين هنا الواحد مغلقة، الواحد هنا لو احنا بقى شلنا علشان نشوف، لو الواحد هنا مغلقة، ادام مغلقة يبقى ايه؟ يبقى هنفتح في هنفتحها في المسألة بتاعتنا في بتاعة الفرق، يعني في الفرق بنحول المنطقة اللي فيها قريبين من بعض اللي فيها التقاطع اللي عند الدايرة ما بناخدهاش لانها بتنتمي للفترة اللي هي صاد، فما بناخدهاش لان احنا اصلا بيقول لي السين بس مش عاوز اي حاجة بتنتمي لصاد خالص، مش عاوز اشوف اي عنصر من عناصر صاد. لو كانت الواحد دي تنتمي لي، يعني الفترة مغلقة مش عاوزها. طب لو كان العكس، لو كان الواحد دي ما بتنتميش لي يبقى خلاص هناخدها، يعني لو كانت الواحد دي مفتوحة هنعملها مغلقة، والعكس صحيح، يعني في الفرق هي دي في الفرق الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعكس فيها، والمكملة هنشوفها بعدين. الفرق هي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعكس فيها، بس ما بنعكسش فيها طبعا كل العناصر. طب الواحد ده بعيد ملناش دعوة بيه، بنكتبه زي ما هو، اللي بنعكس فيه اللي هي منطقة التقاطع بيعمل عكسه على طول. المثال بقى الرابع برضك العكس بقى، عاوز الصاد فرق السين، يعني عاوز كل الصاد، عاوز كل الصاد بس مش موجود في السين. نحاول نرسم دايرة كمان، ادي الدايرة بتاعت الصاد بتاعتنا من غير ما نشوش كده شوية، وادي الدايرة بتاعت السين بتاعتنا، دايرتين نعملهم بلونين مختلفين، وادي الدايرة بتاعت السين بتاعتنا، وادي الدايرة بتاعت السين بتاعتنا. هو عاوز ايه؟ دي الصاد، الازرق ده الصاد، والاحمر ده السين. هو عاوز الصاد، عاوز الصاد بس ما يكونش حاجة موجود من اللي في الصاد دي موجود في سين، وبالتالي احنا هناخد الصاد بس، الصاد بس، دي المنطقة اللي فيها الصاد بس، شايفين دي المنطقة اللي احنا هناخدها، دي المنطقة بتاعتنا بس اللي هو عاوزها، انما غير كده هنمسحه، غير كده ايه؟ هنمسحه، هنمسحه بالاستيكة اهو. بص كده، دي المنطقة، شايفين الهلال دوت، احنا هو ده الحل اللي هو فرق الصاد فرق السين، دي المنطقة. بتبتدي بقى المنطقة ايه؟ ادي التلاتة عندنا هنا، وهنا كان العنصر كام؟ خمسة، العنصر كان خمسة،
خمسة، تلاتة وخمسة مغلقة، تلاتة وخمسة. طب نزلت الخمسة مغلقة ليه؟ الخمسة مغلقة ملاش دعوة، بننزلها زي ما هي. طب التلاتة هنا مفتوحة كانت، شايفين التلاتة هنا كانت مفتوحة، بننزلها بقى مغلقة علشان احنا عاوزين التلاتة هنا. التلاتة هنا في الفترة اللي ما بتنتميش لصاد كانت مفتوحة، خلاص نعكس على طول. ادام هي فترة مفتوحة احنا هناخدها مغلقة، كل اللي في سين بنسيبه، بس السين ما فيهاش التلاتة خلاص هناخدها. ادام السين ما فيهاش التلاتة هناخدها، يبقى هنعمل ايه؟ قوس مغلق. وده اهم جزء في الفترات. ياريت تحاولوا مع نفسكم تحلوا اختبر نفسك، اسئلة اختبر نفسك. مديني مثال بيقول لي لو كان السين بتساوي سالب ما لا نهاية واتنين، موجودة في الفترة سالب ما لا نهاية واتنين، يعني السين اهي زي ما هو رسمها. طبعا الاتنين مغلقة، عاملها هين فترة مغلقة، وسالب ما لا نهاية زي ما عرفنا. وبعد كده مديني الصاد سالب تلاتة مغلقة بردك، فترة مغلقة للما لا نهاية. طبعا الما لا نهاية بتبقى مفتوحة. اوجد مستعينة بخط الاعداد، الست حاجات المهمة: سين اتحاد صاد، سين تقاطع صاد، سين فرق الصاد، الصاد فرق السين، السين المكملة والصاد المكملة. احنا قلنا سين اتحاد صاد يعني بناخد كل العناصر. طب كل العناصر يعني اللي هي ايه؟ دي ما لا نهاية، ادي الدايرة الكبيرة، ادي الدايرة، دايرة دي دايرة تعتبر اللي هي منطقة دي دايرة الصاد، ودي دايرة السين. هياخد كل العناصر من هنا لهنا، يبقى من ما لا نهاية ايه؟ من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية الصغير الاول زي ما هو عامل. طب سين تقاطع الصاد، سين تقاطع الصاد احنا قلنا هنشوف كل العناصر اللي هما مشتركة فيه، اللي هما بيتلامسوا فين، بيتقاطعوا فين. لو احنا اللي عاوز يرسم دايرة علشان يوضح الشكل لنفسه يرسمها احسن، يعني لو هو عاوز يعمل كده. انما احنا ممكن نعملها زي ما برضك كده، يعني ممكن نعمل كده زي ما هو عامل، نشوف اللي هما الاتنين موجودين فين. خطين فوق، وهنا في خط وهنا في خط، لو في خطين فوق بعض كده هناخد المشترك ايه ما بينهم. فهنا اتنين وتلاتة، الاتنين مغلقين، فتبقى اتنين وتلاتة زي ما هو حالل. شوف التقاطع اللي هو الدايرتين بيتقاطعوا فين. لو احنا رسمنا دايرتين برضك اهو، ادي الدايرة الكبيرة وادي الدايرة، لا مش كده، ادي الدايرة كده، دايرة سين، دايرة صاد قصدي، وادي دايرة سين. احنا عاوزين التقاطع يعني المنطقة دي في الدايرتين اللي هي المنطقة اتنين ايه وسالب تلاتة، اللي هي برضك ايه، بدل بقى ما نرسم دايرة كده بس احنا عشان نفهم، بنرسم خط كده عمودي وخط عمودي بين الايه العناصر الملامسة بعضها، العناصر المشتركة في الاتنين اللي هو التقاطع، اللي هو التقاطع اللي هو الاتنين وسالب تلاتة. الاتنين مغلقين ينزلهم زي ما هو، زي في الاتحاد زي ايه في التقاطع. السين فرق الصاد بقى، السين فرق الصاد، كل العناصر اللي موجودة في السين ما عدا كل العناصر اللي موجودة في الصاد، نشيل كل الصاد خالص حتى لو كان في السين نروح شايلينه. فالسين فرق صاد، فين السين هنا؟ السين هنا، هو عاوز السين بس فرق صاد، عاوز السين بس فرق صاد، السين هنا اهو، نشيل كل الصاد، الصاد اهو، الصاد شوفوا شايفين الصاد قد ايه من التالت تلاتة، وممكن نروح عاملين كده وشاطبين كده عليه، خلاص ده اللي احنا مش عاوزينه. هو عاوز بقى من اول السالب تلاتة. طيب هنبتدي بالصغير، سالب ما لا نهاية،
سالب ما لا نهاية. هناخد وهنا سالب 3 بس مغلقة. فاكرين في الفرق كنا ايه بنقول؟ هناخد العنصر بس لو كان مفتوح هنقفله، لو كان مغلق هنفتحه. زي هنا، هنا سالب 3 مغلقة فنروح فاتحينها هنا زي ما. احنا مش عاوزين السالب 3، احنا عاوزين الصاد مش موجود فيها السين خالص، والسالب 3 دي من ضمن السين. السالب 3 من ضمن قصدي الصاد، السالب 3 من ضمن الصاد. شايفين كده الصاد؟ شفتوا الصاد؟ بنعبر عنها بالسالب 3 وبتبقى القوس مقفول. يعني السالب 3 في الصاد خلاص هنشيلها، مش عاوزينها. فهنقول فهنحط جنب السالب 3 قوس مفتوح، وبالتالي احنا مش عاوزين السالب 3 لانها موجودة في الصاد. عكسها بقى، عاوز الصاد فرق السين. عكسها، عاوز الصاد فرق السين. احنا بنقعد بنخبي العنصر اللي هو مش عاوزه، زي ما نكون كده بنخبي بايدينا العنصر اللي هو مش عاوزه. سين فرق سي صاد فرق السين، صاد فرق السين، صاد فرق السين. فين الصاد؟ الصاد اهي اللي تحت اهي، عاوزينها كلها بس شيل والنبي منها السين، شيل منها السين. فين السين؟ اهي السين، هنبتدي منها السين. كل السين اهي كده، كده راحت كده، كل ده الصاد. لا، هنشيل منها السين كمان، هنشيل منها السين. يبقى من اول هنا شيل لي كل السين اهي، كل السين راحت. احنا عاملين هنا من اول ايه؟ من اول الخط ده اللي هو الاتنين، يبقى احنا هنشيل من اول الاتنين، من اول الاتنين هنشيل كل ده، هنشيل كل ده. طب الصاد هنا، الصاد فرق السين. الما لا نهاية هناخدها بس عشان الاتنين اصغر من ما لا نهاية، يعني نبتدي بيها. طب هنا مظلل لي على الاتنين، هنا الاتنين من ضمن الصين، فاحنا مش هناخدها. فبالتالي هنا مغلقة تبقى مفتوحة، وهنبتدي باتنين مغلقة وما لا نهاية مفتوحة. يتبقى الجزء الاخير وهي ما يسمى بالمكملة. المكملة فيها شبه او من الفرق. المكملة بيقول لي هو لإيجاد المكملة فإن المجموعة الشاملة هي ح. كل الأعداد عندنا ح. طيب هو مديني هنا مثلا 2 وسالب ما أو سالب ما لا نهاية و2، عشان سالب ما لا نهاية أصغر، وبرضك 2 وما لا نهاية. مديني السين دي، السين عبارة عن سالب ما لا نهاية و2، فالسين السين المكملة بتاعتها هتبقى عكسها خالص. يعني كل اللي مش موجود في السين. طب هنا اللي مش موجود في السين من ضمن 2، هنا 2 مغلقة، شفت هنا عمل 2 مفتوحة. كل اللي مش موجود في السين لما لا نهاية ايه؟ موجب، مش ما لا نهاية سالب. كل اللي موجود، اللي مش موجود في السين لما لا نهاية، كل الفترة دي احنا عاوزينها، دي اللي اسمها المكملة، دي اسمها المكملة. زي ما هو قايل عليها هنا سين شرطة، هنا سين وهنا سين شرطة. وسين اتحاد سين شرطة اللي هي بتساوي من سالب ما لا نهاية ما لا نهاية، اللي هي الأعداد ايه؟ الحقيقية. نشوف المثال التاني هو حله. اكمل كل مما يأتي. 1 و4 تقاطع المجموعة 1 و4، 1 و4 الفترة 1، انا هنا 1 و4، دول الاتنين مغلقين، يعني بنظلل كده نقفل الدايرة وبنظلل. طبعا دي فترة، يعني كل اللي موجود بين الاربعة والواحد او الواحد والاربعة، وطبعا ما مغلقة، فترات مغلقة. تقاطع العدد 1 المجموعة، دي مجموعة يعني ما فيش بين الواحد والاربعة اعداد، هما بس الواحد والاربعة، واحد والاربعة. طب الاثنين دول الفترة دي بتتقاطع مع الواحد والاربعة في ايه؟ في الواحد والاربعة برضه، يعني كل اللي موجود في الاثنين. طب هو اللي موجود في الاثنين اصلا اللي موجود فيهم دي العدد ده والعدد ده، انما كل اللي في النص ده مش موجود اصلا. تقاطع فترة مع اعداد، تقاطع فترة مع اعداد هيدينا الاعداد، بس احنا هنمسح كده كل اللي بينهم، كل اللي بينهم ده مش موجود خالص. هو ده التقاطع، الفترة بين مع العددين 1 و4.
طيب واحد وأربعة، واحد وأربعة تقاطع واحد وأربعة، بس هنا الفترة هنا مفتوحة، واحد وأربعة، واحد هنا مفتوحة وأربعة هنا مفتوحة، وهنا فترة عادي كل الأعداد اللي بينهم، مع بقى العددين واحد وأربعة، مع العددين واحد وأربعة. طب واحد وأربعة، الواحد والأربعة أصلا مش موجودين في الفترة واحد وأربعة، لأن هنا في أقواس مفتوحة، هنا في أقواس مفتوحة، يعني أصلا الواحد والأربعة مش موجودة في الفترة دي، مش موجودين، وبالتالي تقاطع الفترة دي مع الواحد والأربعة فاي، بيدينا فاي، لأن أصلا الواحد والأربعة مش موجودة في الفترة اللي احنا رسمينها، أصلا احنا عاملين دوائر مفتوحة مش موجودة، فبالتالي التقاطع بينهم بيدينا ايه؟ بيدينا فاي. هنكمل ان شاء الله الأسئلة في الدرس القادم ان شاء الله مع بداية الأسئلة. شكرا، سلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.